شالوم شالوم شالوم. قد سمعت عن واحد مسؤول عند المراخين يسمونه وزير كل شيء؟ أكثركم ما سمع عنه شيء. وزير كل شيء هذا طال عمركم اسمه عبد الله السليمان، كان مسؤول المالية عند الملك الموسوس ابن سعود لا رضي الله عنه. ابن سليمان من عنيزة، راح وهو صغير إلى بومباي، وكان خادم عند واحد من التجار النجديين هناك وهو عبد الله الفوزان، وبعدين فتح دكان في البحرين وفشل، وآخرتها رجع عبر عن طريق أخوه إلى الرياض واشتغل في ديوان ابن سعود المرخاني اللي كان يقول عن ابن سليمان إنه عصابة راسه، وبقى في هذا المنصب أكثر من 22 سنة كوزير مالية. في ذاك الزمن ما في إلا كم وزارة أصلا، مثل الخارجية والدفاع والصحة، وكانت وزارة المالية مفرخة كل الوزارات اللي أسسوها فيما بعد. لما يقولون الوزير أو معالي الوزير كانوا يقصدون ابن سليمان تحديدا، وكان عنده 400 تابع من العبيد والخويا يحمونه ويشغلهم معه، ومعروف أن ابن سليمان كان يتعامل بالربا مع التجار، وكان كلما أفلس ابن سعود يجمع ابن سليمان التجار ويأخذ من عندهم الفلوس بالدين، وفي كثير من الأحيان ما يرد عليهم الفلوس اللي أخذها منهم. ولما احتل ابن سعود الحجاز كان ابن سليمان يجمع الفلوس للموسوس عبر المكوس والضرائب. الزركلي في كتابه عن الملك الموسوس يقول انه ما في برقية تطلع من الديوان الا تروح نسخة لابن سليمان. المهم ان ابن سليمان كان يزعل عليه الملك الموسوس حسب ما يقول المترجم محمد المانع، وكان يسبه ويشتمه، وفي احد المرات مسكه ولف على رقبته العقال حتى بغى يختنق، وفي بعض الأحيان كان الأمراء صغار وأمهاتهم وزوجات الموسوس يطلبون أشياء منه وما يعطيهم إياها، وكان متفق مع ابن سعود اللي يقول له أعطيهم وهو يقصد لا تعطيهم، ولكنها في الأخير تطيح في رأس ابن سليمان. وفي أحد المرات أخذوه الأمراء وطلعوه في البر وربطوه بشجرة، وبقى أيام يدورون عليه إلى شافوه بين الحياة والموت. ذا الحين وين ما تروح تشوف أملاك ابن سليمان، ما في مدينة أو قرية في شرق المهلكة أو غربها إلا لابن سليمان أملاك فيها، وفي الغالب مساحات كبيرة من الأراضي مشبكة. باقي أقولكم على حكاية طريفة حول توقيع ابن سليمان على اتفاق منح امتياز النفط لشركة ستاندرد الأمريكية. كان ابن سعود مفلس، واشتغلت الشركة على فيل بي والملك، وأعطته هدايا وعدته بفلوس مقدم، وكان الموسوس مفلس. المهم اجتمع ابن سليمان مسؤول المالية مع ممثلي الشركة، وجاء ابن سليمان يقرأ الاتفاق على الملك. مازن البندك روى القصة في كتابه قصة النفط في صفحة 71، وهذا هو النص: بعد مفاوضات غير قصيرة توصل الطرفان إلى اتفاقية الامتياز، وذهب وزير المالية عبد الله سليمان ليقرأها على الملك ويأخذ موافقته عليها، ولم يكن الملك يعرف شيئا عن شؤون النفط، فقد وضع ثقته في فيلبي، وكان يستعجل أن يستلم ثمن الامتياز. ويذكر فيلبي أن الملك كان ينام بينما وزير المالية يقرأ الاتفاقية، وحين صحى من غفوته كان الوزير لا يزال يقرأ. فالتفت الملك إلى فيلبي وسأله عن رأيه، وحين أبدأ موافقته ورضاه أمر الملك وزير المالية بتوقيع الاتفاقية قائلا: ثق بالله ووقع. فوثق وزير المالية بالله ووقع. ومع هذا أنتم يا مساودين يعلمونكم عن عبقرية ابن سعود ويألفوا براسكم قصص عن النفط واختيار الشركات الأمريكية. شيخي يصحوا، هذا عميل صغير ابن سعود. وإذا عجبتكم الفقرة اضغطوا لايك وسبسكرايب، وها هو غانم الدوسري قاهر آل سعود لابس الزي المرخاني يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أليس كذلك؟